طبعا يسعدني ويشرفني اليوم ان اكون في سرح نقابتنا نقابة المحامين، واشكر جزيل الشكر لجنة الفكر والقانون وسعادة الاستاذ محمد وسعادة الاستاذ ايمن ظريف وكافة القائمين على هذا اللقاء. اليوم طبعا لقانا بده يتكلم عن موضوع الذكاء الصناعي، وسوف اخصه بالذكر في موضوع المسؤولية الجنائية. وبصراحة أنا بتكلم مع محامين متمرسين العمل القانوني والقضائي، لذلك سوف أكون أشرح هذا الموضوع بطريقة كثير مبسطة بعيدا عن التعقيد وبعيدا عن المصطلحات التي لا تصل إلى أي مستوى كان إلا ألا نصل إلى مرحلة العلم. موضوع الذكاء الصناعي هو موضوع العصر حاليا بناء على ما وصل إليه العلم من الثورة الصناعية الرابعة. وبداية يجب أن يكون معلوما للجميع، نحن نسمع كل يوم عن بعض الحوادث ونحاول أن نستفيد من تلك الحوادث كمحامي. المحامي يجب أن يكون عالما ليس فقط في علم القانون ولكن في كافة جوانب الحياة. فبعض الحوادث التي تهمنا في موضوع الذكاء الصناعي موضوع محاضرة اليوم، وهي لا تبعد كثيراً عن مجريات العلوم القانونية الأخرى. بمعنى نسمع أن الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بالتحذير من الذكاء الصناعي. إيلون ماسك وهو صاحب من شركات الذكاء الصناعي يحذر من شركات الذكاء الصناعي والتصارع بينها، وأن هذا سوف يهدد البشرية جمعاء. وفي ذات الوقت يقوم بإجراء بعض التطبيقات، ومن تلك التطبيقات وضع شريحة في الدماغ البشري حتى يستفيد من التكنولوجيا مع عنصر الإنسان. نجد أيضا ونسمع عن الطيارات بدون طيار، نسمع عن السيارات ونشاهد وأصبح لها تطبيقات مختلفة على حسب المستوى التي تصل إليه في البلد، هي تقنيات السيارات ذاتية القيادة. نسمع في بعض الأحيان عن طريق الأخبار أن هناك سيدة تمر من الطريق صدمتها سيارة ذاتية القيادة. نسمع في إحدى الشركات الأمريكية أن هناك آلة تعمل بالذكاء الصناعي، تلك الآلة سحبت عامل وقامت بقتله وطحنه. نسمع العديد من الحوادث، نسمع عن الطيارات ذاتية القيادة التي تقوم بدون طيار طبعا، والتي تستخدم في مجال التجسس وفي المجالات الحربية. ما الذي يحدث من كل هذه الحوادث؟ أنا بدي أفرق بين ثلاث شغلات، وأنا اتفقت أنا وحضراتكم أن حضراتي تكون بسيطة وليست معقدة، لأن أنا في نهاية المطاف سوف أريد أن أوضح فكرة، والفكرة ليست فكرة قانونية فقط ولكن فكر آخر. أين نحن العرب مما يحدث في العالم؟ جميعنا يستخدم التطبيقات الذكاء الصناعي بأنواع مختلفة، نسمع عن ونرى ونطبق كل يوم تطبيق جديد، تويتر، فيسبوك، ونتعجب حينما نستخدم ذلك الجهاز، وحتى حينما لا نقوم بالبحث في تلك التطبيقات عن أمر معين ولكن نتكلم وهو بجوارنا، نجد أن إعلانا كنا نبحث كنا في خاطرنا ولكن تكلمنا عنه، كيف ظهر ذلك التطبيق أمامنا. أنا كنت ببحث عن سلعة معينة تمام، ألاقي أن التطبيق هذا سبحان الله طلع عندي وأنا بتصفح الفيسبوك. طب يا عمي أنا ما بحثتش عنه، هاي هي توارد أفكار أو خواطر بيني وبين تلك الآلة. نحن أصبحنا كعرب نستورد تلك السلع ولا نقوم بصناعتها، ويتم تطبيق علينا العديد من الأمور، منها التجسس، وأبسطها
بالإضافة أننا أصبحنا أيضاً كسلعة. كافة بياناتنا ومعلوماتنا الشخصية تسرق ونحن نوافق على شروط الاستخدام سواء في أي تطبيق، ومنها ذلك التطبيق الفيسبوك. حتى وإن رفعت قضايا تخسر، لأنه ببساطة أنت قمت بالتوقيع على شروط الاستخدام. هذه التطبيقات تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي. هذه الحوادث اللي أنا تكلمت عنها والتي أريد أن أوضح، نحن بين حالياً عدة عوالم وليس عالم واحد. وإذا لم نكن نوابق تلك العوالم تقنياً وقانونياً، سوف نصبح فقط لا غير عبارة عن سلعة لتلك الشركات الخارجية. بمعنى إحنا جميعاً نعلم العالم المادي، أنا وحضراتكم حالياً نستمع إلى محاضرة عن الذكاء الاصطناعي. هاي العالم المادي بما يتم به من وقائع وتصرفات. هذا العالم تطور، أصبح لدي عالم جديد ألا وهو العالم الإلكتروني. حتى لما تم العالم الإلكتروني نحن كعرب كنا متلقين ولم نكن نحن مشاركين في صنعه، فأصبح نسمع عن البرامج التي موجودة على أجهزة الكمبيوتر، وبرامج تستخدم للكتابة مايكروسوفت، وبرامج أخرى في كافة مجالات الحياة. حينما علمنا بأضرارها وأصبنا بها حديثا مصر 2018، يمكن الإمارات كان سابقة شوي، تمام، لما عملت قانون الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية على حسب تعبير ومصطلحات بعض الدول، وكذلك الكويت، تمام. دخلنا في هذا العالم الإلكتروني ودخلنا وتعمقنا فيه، وأصبحنا جميعا هذا العالم يستغرقنا فكرا، وفي ذات الوقت أصبحنا سلعة للشركات التي لا تهمها إلا في نهاية المطاف الربح. والدول التي من الجائز أن تقف ورائها تستخدمها لأغراض ممكن أن تؤثر على الأمن الوطني لأي بلد كان. مش محتاجين يعني حاليا حدا يتخابر على حدا، لأنه باختصار أنت عندك جهازك اللي أنت تستخدمه حتى بدون ما تدخل على تطبيق، وحتى وإن كان مغلق يستطيع أن يحدد مكانك ويستمع إلى تمام إلى محادثتك ويقوم بتسجيلها. هذه كلها عبارة على العالم الإلكتروني. إذا احنا تحدثت عن العالم الثاني هو العالم الإلكتروني، نأتي إلى العالم الثالث ألا وهو العالم الذكاء الاصطناعي. العالم الذكاء الاصطناعي لم يبقى الأمر يقتصر على برنامج أنت تقوم باستخدامه، هو يتلقى معلومات معينة، هذه المعلومات يخرج مخرجات معينة كما علمونا في الكتب قديما، انبوت وأوربوت. وضحكوا علينا هيك، انت بسم الله ما شاء الله صرت تفهم في علم الالكترونيات. العالم تطور، اصبح حاليا لدي آلة ذكية، آلة سبقت الانسان. احنا جميعنا صرنا نسمع عن تلك الآلة، تعالوا نشوف بعض الامثلة، تمام، وليست هذه هي الحقيقة القائمة. الحقيقة القائمة لدى الشركات ولوى الدول الكبرى أكثر من ذلك بكثير، وبالذات في المجال الحربي أو مجال التجسس على الدول الأخرى. بمعنى صرنا نسمع عن المحامي الروبوت، ولم يكن هذا عبارة عن خيال علمي زي ما تحدث عنه في كتابه نيل ستيفن فون حينما تحدث في روايته على سنون كراش، الخيال العلمي عالم يبعد عن العالم المادي، يعيش في عالم خيالي وفي عبارة عن تابوت، وهذا العالم الخيالي أصبح هو العالم الذي يعيش فيه الإنسان وليس العالم الحقيقي المادي. وهذا ما سوف نصل إليه عن طريق تطبيق الميتافيرس، وهو تطبيق سوف يغزو العالم، وهو إحدى تطبيقات الذكاء الصناعي بالإضافة إلى الواقع المعزز والواقع ثلاثي الأبعاد. طيب إحنا شو هلأ بدنا نوصل في العالم
بعد العالم الإلكتروني وصلنا إلى الآلة الذكية. الآلة الذكية نسمع عن المحامي الروبوت ونجد تطبيق له في أمريكا. هناك محامي، هذا المحامي يتم الدفاع عنه بتفويض من قبل الأشخاص. سمعنا في الإمارات نجد هناك المأذون الآلة الذكية، الطرفين بيدخلوا البيانات، صار الزواج الحمد لله مش طبيعي، يعني ممكن تطعن فيه قريبا، تدخل المعلومات العريس والعروس، ومن ثم يتم الزواج، ولا تغلب حالك ولا ترى الفتحة ولا تجيب منديل، مشي الأمور على تمام الوضع. وهذا حديث أنا بحكي على حوادث حقيقية وليس عبارة عن روايات نسمعها. نسمع الآن عن عالم آخر يستخدم فيه العالم الإلكتروني بتطبيق الذكاء الصناعي، ألا وهو المحاكمات عن بعد. محاكمات عن بعد بمعنى أن القاضي ممكن أن يكون في مكان والمحامي في مكان، أو يختار محامي وين يكون، وكذلك نسمع أين يكون وكيل النيابة وأين المتهم، وإن يوجد له إرهاصات وليس التطبيقات في مصر، والذي يستخدم في حاليا في تجديد الحبس الاحتياطي أو في المحاكم الاقتصادية. ولكن نجد أن هذه التجربة سبقت مصر بها، وإن كان يوجد في مصر حاليا مشروع، سبقت الإمارات، المغرب، تونس، الجزائر عنها قانون للعصرنة. وأنا بتمنى من أخونا الأستاذ أيمن وسعادة النقيب أنه موضوع التقاضي عن بعد يصير موضوع محاضرة مختلفة عن موضوع الذكاء الاصطناعي. صرنا نسمع عن الصين تقوم بتطبيق القاضي الذكي، وسنغافورة أيضا، بمعنى أن الأشخاص يطلعوا لذلك القاضي الذكي، يمدوا بالمعلومات، يقوم بالحكم بين المتقاضين أو حتى إجراءات التحكيم، وقاموا بإطلاق عليه اسم معين. نسمع في السعودية أنها لديها روبوت أو إنسان آلي، سميه اللي بدك تسميه، تمام، وأطلقوا عليه اسمه صوفيا، وأعطوه الجنسية السعودية، وله حق التصرف، تمام، وله حق الملكية في بعض الأمور وإن كان مقيدا. إذن أنا كان لدي عالم مادي اللي أنا بعيشه، كنا بنعرفه إحنا وياك وأجدادنا، أصبح لدينا عالم إلكتروني. صرنا نسمع إنه أي واحد بده يحكي في الجنائي، بده يحكي في المدني، بده يحكي في الإداري، القرار الإداري الإلكتروني، وحضر رسالة دكتوراه وماجستير وبحث في هذا الموضوع. ونسمع عن التجارة الإلكترونية، هذا عديناه، إحنا حالياً اللي بنبحث فيه الناس سبقتنا فيه. سبقتنا في إيش؟ سبقتنا في الذكاء الاصطناعي، تمام، إنه أصبحت تلك التطبيقات الإلكترونية مضاف إلها آلة ذكية. ما معنى كلمة الآلة الذكية؟ الآلة الذكية هي آلة ليست تجمع بها البيانات فقط، هي تفكر، هي تستنبط، هي تتعلم ذاتياً من تجاربها، ومن ثم تتخذ القرار منفردة بمعزل عن الذي قام بصناعتها، الذي قام ببرمجتها المستخدمة. وهنا الخطورة. هذا الحديث في تطبيق الآلة الذكية بيوصلنا لإشي بنسمع مصطلحه، ألا وهو إنترنت الأشياء. إنترنت الأشياء، وأخطر إشي ممكن على البشرية هو موضوع الذكاء الاصطناعي، حينما تتعاطف أو تتخاطب أو تتجمع تقنيات الأشياء أي كيانات الذكاء الصناعي مع بعض بمعزل عن الإنسان. حاول اليابانيين، حاول الاتحاد الأوروبي، إطلاقات من بعض الشركات وملاكها من إنذار البشرية بأنه يجب أن يضعوا حدوداً للذكاء الاصطناعي وإلا يهدد العنصر البشري. لذلك نجد أنه عملوا ميثاق في اليابان، عملوا ميثاق في أوروبا، اليونسكو دخلت كمان على هذا الخط وعملت إلها ميثاق اسمه ميثاق الأخلاقيات في تصنيع الذكاء الاصطناعي، وأهمها ألا يقوم الذكاء الاصطناعي بقتل البشر أو التعدي عليه حتى وإن كانوا أعطوه حق الدفاع عن نفسه.
في خط أحمر وضعوه، ولكن جشع الشركات المصنعة للذكاء الاصطناعي وأهداف أخرى ممكن أن تهدد البشرية في هذا المجال، واللي نتحدث عنه ليس عبارة عن خيال، ولا إحنا كقانونيين بنحب فكرة المؤامرة أو نفكر بأبعد ما هو موجود بين السطور، نحن نتحدث عن أمر واقعي. حينما نتحدث عن تقنيات الذكاء الصناعي، أنا امبارح بالصدفة تمام بعد هيك ما قرأت يومي فحبيت أني أفتح أتفرج على فيلم أو مسلسل، فأفتح نتفليكس إلا لقيت قدامي برنامج وثائقي يتكلم على تهديد البشر عن تطبيق الأسلحة ذاتية القيادة، وإنه كيف إنه هذا الآلات التي تعمل في المعارك بدون تدخل بشري كيف تعطى القرار، كيف تعطى القرار بقتل إنسان. وطبعا هذا يتم تطبيقه، وما يوجد من ترسنة عسكرية في هذا الموضوع إشي كتير لا يتوقعه الخيال، لأنه أغلبهم كمان بيعتبروها أنه هذه أسرار حربية ولا يجوز نهائيا إطلاقها. أنا عشان أنا بصراحة مش من نوع أنا مش حافظ، أنا فاهم، فهخلي الأسئلة في الآخر لأن أنا شو بيجي عندي من أفكار بحكيها. وطبعا أنا معطي الأسئلة في الآخر لسبب على أساس تكون هي المجال الأوسع، لكن أنا بدي أوضح الفكرة بطريقة مبسطة في الموضوع، فعشان هيك بدي معلش اعذرني بدي اخلي الاسئله في الاخر. فهذا الموضوع المسؤوليه الجنائيه عن الالات ذاتيه القياده في المجال الدولي موضوع مصار، المسؤوليه المدنيه للذكاء الاصطناعي في المجال المدني مجال اشكال، المسؤوليه المدنيه الجنائيه عن تطبيقات الذكاء الصناعي تمام ايضا تثير اشكاليه. بعد ما احنا حكينا حاليا وعرفنا العالم المادي والعالم الالكتروني والعالم الذكاء الصناعي بطريقه مبسطه مع بعض الحوادث، نيجي نتكلم عن شيء هو اعتقادي هو صلب الموضوع في الذكاء الاصطناعي، حديثي عن انه يمثل تهديد للبشريه. وأي واحد فيكم ممكن يبحث من أسبوعين كيف الأمين العام أطلق صرخة إنه يجب الخوف والبشرية تنتبه إلى تطبيقات الذكاء الصناعي، موجودة على الإنترنت ممكن تبحثوها عشان تفهموا إنه حديثي ليس بسيطا، وإنه إحنا كعرب يجب ألا نصبح عبارة عن سلعة، يجب أن نشارك في ذلك العالم. لدينا من العقول التقنية والقانونية ومن الكفاءات من تستطيع أن تقوم بذلك، ولذلك يجب دعم معاهد البحث العلمي وبخاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الإشكالية أو صلب موضوع الذكاء الاصطناعي ينصب على إشي مهم، ما هو طبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ حابب تسميها في فرق طبعا بين الذكاء الاصطناعي كنظام وبين تطبيقاته، في تطبيقات مرئية وفي تطبيقات غير مرئية، في تطبيقات تستخدم في كافة العلوم البشرية بما فيها العلوم القضائية تمام، واحنا شفنا كيف تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحكينا نماذج إلها في العدالة الجنائية وفي كافة المجالات، وحكينا عن المجال العسكري. لذلك فوائد التقنيات أو كيانات الذكاء الصناعي نعم جيدة، هي تساعد وتسهل الحياة، ولكن من جوانب أخرى في تهديد بشري، ومن جوانب أخرى هو موضوع أيضا أنها ممكن تؤثر على العمالة البشرية أي القوى العاملة. طيب أشكالية الذكاء الاصطناعي سميتها كيان، سميتها تقنية، سميتها نظام أو أنظمة، سميتها إحدى تطبيقاتها وأشهرها الروبوت اللي أنت ممكن تشوفه زي روبوت صوفيا اللي موجود في السعودية والتي منحه الجنسية السعودية، سميته الإنسان الآلي، سميه كيف بدك. هذا التطبيق
الإشكالية الحقيقية، هل هو شيء؟ وبناء عليه إذا كان شيء معناته سوف ينطبق عليه الطبيعة القانونية للأشياء، سواء كان مادياً أو معنوياً، أي ما عكاراً أم منقولاً بطريقة سلسة وبسيطة. طيب إذا كان شخص أي إنسان، معروف المسؤولية الجنائية للإنسان ما هي؟ وهي القواعد التقليدية اللي كنا درسناها في كليات الحقوق. أولاً إشي طبيعي أن الروبورت لو أخذته كنموذج هو لا يعتبر بأي حال من الأحوال هو عبارة عن إنسان، ليس بشخص، ولا تحتاج الأمور إلى توضيح في هذا. طيب هل هو يعتبر شيء؟ الشيء هل يستنبط؟ هل يفكر؟ هل يتعلم من تجاربه السابقة؟ هل يتخذ قراراتاً بذاته بمنأى عن من قام بأنشاه أو برمجه أو استخدمه؟ نعم. إذن هذا ليس عبارة عن شيء، ما اقدرش اقول عليه شيء. ولا اقول شيء كنت طبقت نظريه الحراسه بمسؤوليه التابع عن اعمال تابعه، مسؤوليه الغير، تمام؟ لا، هذا مش شيء. طيب معناته شو؟ معناته هذا عباره عن شخصيه فريده. طيب شخصيه فريده، طب شو بدنا نعمل في القانون؟ احنا تابعين القانون، اذا علمونا الحيل في القانون المدني ندخلها كمان في الجناية؟ ندخلها، ليش لا؟ طيب ننشئ شخصية جديدة. شو الشخصية الجديدة اللي ننشئها؟ الشخص الإلكتروني، الشخص الذكي. معقول؟ طب احنا عندنا كم شخصية؟ عندنا الشخصية الطبيعية اللي هو الإنسان، وعندنا الشخصية الاعتبارية في بعض الدول العربية بتسميها المعنوية، تمام؟ وفي ننشئ شخصية ثالثة يا أخي. شو الشخصية الثالثة؟ الشخصية الثالثة ننشئ الشخصية الإلكترونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى تتحمل بعض الحقوق والالتزامات، ومن هون أقدر أرتب عليها قواعد المسؤولية. وهذا من نادى به البعض، بمعنى أن تمنح تطبيقات وكيانات الذكاء الصناعي الشخصية الإلكترونية. طب واحد يقول لي، طب يا عم انت ليش ننشئ شخصية جديدة؟ لأنه هذه الآلة أصبحت تتخذ قرار. أنت لو قاضي وعلى منصة الحكم وأخذت تطبيق عملي عليها، وهاخد تطبيق سهل، سيارة ذاتية القيادة، أنت بتسوق السيارة رحت دايس على زر، تمام؟ إنه السيارة تقود ذاتيا وأنت إيه؟ قاعد مرتاح. السيارة هاي بالأجهزة الاستشعارية لديها، بالخوارزميات التي عندها، بتطبيقات الذكاء الصناعي، بالطرق الممهدة. طبعاً الذكاء السيارات هذه بدها طرق معينة، ما تنفعش طرقنا الحمد لله. وبناء عليه هذه السيارة تلقت إشارات خاطئة نتيجة عاصفة رملية، نتيجة حادث طارئ، التطبيق لم يعمل بشكل جيد، صدمت شخص توفى، راحت النيابة العامة وأنا كنت جزء منها، تمام؟ عملت اتهام التسبب بالوفاة عن غير قصد، راحت على المحكمة، القاضي ماذا سوف يحكم؟ بتيجي انت كمحامي، ومحامي اكيد شاطر، تقول له استاذ هو الشخص يسأل نتيجة فعله، السائق لم يكن في يوما من الايام هو صاحب السيطرة على السيارة، صاحب السيطرة وصاحب اتخاذ القرار هي تلك الآلة الذكية، إذن القاضي سوف يحكم بالبراءة. فالذي نتحدث عنه ليس خيالاً وليس عبارة عن من الآخر طرف فكري، إحنا بنحكي في الحياة. لذلك المحاضرة في موضوع إشكاليات الذكاء الصناعي سواء مدنياً سواء دولياً سواء جنائياً ليس طرف فكري. إحنا اليوم، أنا لما حكيت على مثال بسيط موجود حالياً اللي هو موضوع السيارات التقنية، هذا يستتبع في القريب العاجل وفقاً لقانون المرور أو السير على حسب أي تسمية في أي بلد في أي قطر عربي، أن تقوم بتعديل بوضع على السيارة ذاتية القيادة والمسؤولية المدنية والتأمين هو التعويض الناشئ عنها والمسؤولية الجزائية. هذا يستتبع أنه يضع تعديل في قوانين السير في ذلك الأمر، وهو أمر وضعته فرنسا في قانونها،
عندك عدة ولايات في أمريكا قامت بوضع قواعد للسيارات ذاتية القيادة لأنها أصبحت جزء من الحياة وليس طرفاً فكرياً. إحنا لما نيجي كمان مرة ونرجع للشخصيات اللي حكينا عنها، شخصيات طبيعية وخلصناها على تقنيات الذكاء الصناعي، حكينا على الشخصية الاعتبارية. الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية هي عبارة عن تجمع للأشخاص أو الأموال، زي ما علمونا في كلية القانون إنه هذه عبارة عن تجمع للأشخاص أو الأموال. ولكن أنت بدك تنتبه، برغم اعتراض البعض بما فيهم فقهاء مصر العظماء واللي كنا تعلمنا على أيديهم، كانت يوجد معارضة شديدة جدا تمام، إنه تعطى شخصية جديدة في حينه تسمى بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية. لذلك تجد هذا الحديث أثره في القوانين المصرية، إنه لا توجد قاعدة عامة ولكن توجد بعض التطبيقات في مسؤوليات الشخصية الاعتبارية في قوانين متناسقة، على عكس نهج بعض الدول الأجنبية أو الدول العربية. نجد مثلا على الأردن أو الكويت على سبيل المثال، لأنه عنا أخ من الكويت بدي أحاول أركز شوي تمام، إنه نجد أنها منحت الشخصية المعنوية أو الاعتبارية بشكل مستقل، يسأل الشخص الاعتباري بالإضافة إلى الشخص الطبيعي الذي يمثله. يعني اثنين، إنسان مع الشركة، اثنين يسألوا، والشركة لما أجي أعاقبها أعاقبها بعقوبات تتناسب معها، عقوبات يا إما مالية يا إما عقوبات منع المزاولة لمدة محددة، يا إما أنهيها أعدمها ألغيها إذا استخدمت مثلا على سبيل المثال شخصيات اعتبارية في الإتجار بالبشر. لا، هذه بتغلق، بتموت، بنبدها تمام. إذن حتى هذه الشخصية اللي أصبحنا حاليا نعترف بها الشخصية الاعتبارية لم تكن محل ترحيب لدى العقليات البشرية، ولكن تختلف الوضع. الآن حينما نتحدث عن روبوت يتخذ القرار، يستنبط، يفكر، يتخذ القرار بمعزل، إذا لازم أعمل له شخصية، شخصية أسميها إلكترونية، شخصية ذكية، وهذه الشخصية لما أجي أركبها وأعطيها الاعتراف القانوني يجب علي أن أعطيها على حسب تلك الإمكانيات. واحد، أعطيها بعض الحقوق، أعطيها جنسية، أعطيها اسم، أرتب إلها بعض الحقوق المالية، وأيضاً أرتب عليها بعض الالتزامات حتى أستطيع أن أقوم بفرض أي نوع من أنواع المسؤولية عليها. طيب، إذن يجب الاعتراف بالشخصية الإلكترونية لتطبيقات الذكاء الصناعي. ما أتحدث عنه ليس عبارة عن رأي فقهي، أيضاً هو عبارة عن توجه. في عام 2017 أجوا الأوروبيين لعنهم تطبيقات كثيرة لموضوع الذكاء الاصطناعي، وشو عملوا؟ اجتمعوا شوية خبراء وراحوا حل موضوع الذكاء الاصطناعي في المسؤولية المدنية، وحكوا عن خطورته، وحكوا أنه يجب أن توضع مدونة، وعملوا القواعد الأوروبية للإنسان الذكي، وعملوا نظرية جديدة في القانون اسمها النائب الإنساني. النائب الإنساني بمعنى يا مبرمج، يا مستخدم، يا مصطنع، أنت نائب عن التطبيق أو الكيان أو النظام. ضمنياً الاعتراف بشخصية جديدة وتمهيد الطريق للاعتراف بشخصية ثالثة في القانون، ألا وهي الشخصية الإلكترونية. لذلك صار نقاش حاد الموضوع في القانون المدني. انتوا بتعرفوا المسؤولية الذكاء الاصطناعي في الموضوع المدني لا يصير إشكالية، صارت إشكالية ولكن حلتها حاليا أوروبا عن طريق تلك النظرية، حملت المسؤولية للنائب الإنساني وضمنيا اعترفت بالشخص الإلكتروني. بمعنى انتوا بتعرفوا اجوا طبقوا في أوروبا الشخص المسؤولية، هذه مسؤولية عقدية ولا مسؤولية تقصيرية؟ تمام، ما ضبطتش هاي ولا هاي. قالوا طيب ندخل قانون حماية المستهلك، وإنه المصنع يتحمل مسؤولية المبيع، وتطبيق الذكاء الصناعي أو الروبوت أو الإنسان الآلي هو كان معيبا ويتحمل مصنع عيبه من قام بصناعته.
مسؤولية موضوعية نوسع شوي مسؤولية المخاطر. لذلك هم في الآخر في الأمور المدنية الأمر لا يصير إشكالية كثيرا الآن. لماذا؟ لأن هناك قواعد تم وضعها. طيب وين المشكلة؟ المشكلة احنا تابعين الجنائي، احنا تابعين الجنائي أصلا مشكلة. احنا من لا شيء نخلق شيء. مش هيك يا دكتور شعبان؟ معلش تابعين المدني واضحين، واحد زاد واحد بيساوي اثنين. احنا تابعين الجنائي بنحب شوية اللفة والدورة. تمام؟ احنا عندنا مشكلة في هذا التطبيق الذكاء الصناعي. وخلينا على مثال السيارة لسبب، لأنه أبسط مثال لدينا وتشعر أن له تطبيق. عنه مش حدا عنه بسوق سيارة عنا إلا ممكن حديثة إلا بتلاقي عنده جزء من تطبيق تلك الذكاء الاصطناعي، برغم أنه تطبيقات الفيسبوك وهي أيضا تعمل ذكاء اصطناعي، بس خلينا في إشي زي الآلة، لأنه الخطورة في إنترنت الأشياء. طيب بدي أنا أعطي لهذا التطبيق أو هذا الكيان المسؤولية الشخصية التي تترتب عليها المسؤولية. طيب معنى هذا الحديث، هل يستطيع أن يتقاضى الروبوت يكون مجني عليه يدعي بالحق المدني؟ هل أستطيع أن أقوم باستجوابه أنا كعضو نيابة عامة؟ تمام. هل يستطيع هذا الروبوت زي ما عملت المحامي الروبوت أن يقوم بعمله كمحامي ويتلقى توكيلا من الخصوم؟ هل يمثل أمام المحكمة ويوضع في قفص الاتهام؟ طيب هل هقدر أفرض عليه عقوبة؟ أغراض العقوبة زي ما علمونا أساتذتنا الله يرحمه الدكتور مأمون سلامة وفوزية عبد الستار ومحمود نجيب حسني، وهم كسر وكلهم على حسب دكتوره اللي بيفتخر به، هينفع نحكي فيها نظريات العقوبة زي علمونا الرادع العام والرادع الخاص وتحقيق العدالة؟ تمام؟ معناته في إشكالية. نعم هذا الموضوع في إشكالية. هل يوجد حل؟ لا يوجد حل لتاريخ اليوم. عكس الأمور المدنية، عكس الأمور الدولية، الأمور الدولية حاولوا بشتى الطرق أن يقوموا إنه الآلة التي تقوم بقتل الإنسان تلقائياً، وقالوا الآلة هي أحسن من الإنسان لأنها تميز بين المدني والعسكري، لكن الحقيقة عكس ذلك. لذلك القواعد الدولية تذهب إلى مسؤولية القائد العام ومسؤولية من موجود في المعركة لتاريخ اليوم. الإشكالية كلها في تابعين الجنائي، إحنا الإشكالية. لذلك حتى تاريخ هذا اليوم فعلياً لم توضع قواعد. حاول البعض في تطبيق السيارات ذاتية القيادة في بعض الدول في أوروبا على سبيل المثال فرنسا أو أمريكا، بس هذا على تطبيق واحد، تطبيق التطبيقات لسه ما فيش تطبيق التطبيقات. طيب إذا أنا اعترفت بأنه في شخص إلكتروني، الركن المادي لارتكاب الجريمة، وهون هبدأ أشرح شوي بين شغلتين. الشغلة الأولى تطبيق القواعد العامة، سوف أقوم بإنزال بإسقاط القواعد العامة على جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي. والأمر الآخر يجب أن يكون معلوما أن هذا أيضا به مساسا بقاعدة الشرعية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. الأمر الآخر أنه لا يجوز التوسع في قواعد التجريم. احنا التفسير الواسع في قانون الإجراءات ممكن يمشي حاله شوي، وبالذات إذا في قواعد الإباحة. تمام؟ العقوبات لا، احنا بنحكي قواعد عامة. ورغم هذا وذاك، عشان أوضح الفكرة، وزي ما اتفقت معاكم في محاضرتي، أنا مش من النوع اللي بحب الأكلكع القصة، أنا بحاول أفسرها بأبسط طريقة ممكنة، لأن أنا معني أوصل المعلومة وأوصل خطورة ما نتحدث عنه، وهو ليس طرفا فكريا للعلم قانوني. نوع هيك مع احترامي في التعبير نقعد قاعدة تحشيش فكري قانوني ونحكي عن تطبيقات، لا 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 لا، احنا بنحكي عن واقع، احنا بنحكي عن واقع عملي. انت بتقول سيارة، انت بتسمع كل يوم جهة ما بدون ذكر اسماء عشان ما نخشش في السياسة، انا بحبهاش ولا بتحبني، طيارة اجت من دولة معينة تعدت الخطوط لدولة اخرى، الدولة الأخرى يا إما بتشير قنبلة يا إما لأغراض التجسس، ليس طرفا فكريا ما نتحدث عنه، ولكن هو واقع، واقع دولي وواقع وطني.
أنا هضرب مثال عشان أوضح فكرة المسؤولية الجنائية. المسؤولية الجنائية معروفة أنها تقوم، لازم يكون عندي نص عقابي اللي هو طبعا الركن الشرعي، وإحنا بنعرف أنه زي ما درسونا بكلية الحقوق أن الركن الشرعي لا يدخل في تكوين الجريمة، ورغم أنه بعض دكاترة القانون دخلوا الركن الشرعي، لكن أنا من المدرسة المخلوق ليس بخالق. المهم ليش نخش في هالفكر، الركن الشرعي اللي هو التجريم والعقاب مبدأ الشرعي، عندي ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي ليس هناك إشكالية، لأن الركن المادي أنا في عندي الجرائم الشكلية أو الجرائم المادية اللي هو التي تعتد بالسلوك، زي الجرائم التنظيمية وجرائم الخطر، بمعنى أنها تعتد بالسلوك أكثر ما تعتد بالركن المعنوي. نيجي للركن المعنوي. الركن المعنوي هي الرابطة النفسية، زي ما حكى أرسطو. أرسطو لما حكى قال لك لازم تكون في إرادة قاسمة عشان أحاسب أنا على فعلي. إرادة قاسمة. الإرادة القاسمة لا أستطيع أن أطبقها حقيقة على تقنيات الذكاء الصناعي، لأنه مهما وصل البشر إلى علم لن يعطوا لهذا الكيان الإدراك. الإدراك إحنا بنسميه عنا في علم القانون الأهلية، الإرادة، إرادة الخير والشر، أنت بتختار طريق خير والشر، والإدراك والوعي، أنت مش مجنون. لكن كمان تطبيقات الآلة الذكية ممكن تخرب بيوتنا. كيف؟ يقول لك هذه الآلة الذكية، وإحدى القضايا صارت في بريطانيا، حكموا أشخاص على إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي أدت إلى وفاة، قام محاميهم زي حضراتكم بالضبط وقال إنه هذا التطبيق الآلة الذكية أصيب بفيروس. الفيروس أدى لإخلال بطريقة عمل الذكاء الاصطناعي فارتكبت الجريمة، وهذا يعتبر عذر قهري وعذر مفاجئ، وهذا يعتبر كالجنون ولا يعتد بفعله، والحمد لله أخذوا براءة. حتى الآلة الذكية، حتى الآلة الذكية، أنا بحكي عن الركن المعنوي، ولكن الركن المعنوي يجب أن يكون معلوما لدينا أن الذكاء الاصطناعي لديه إدراك، وليس إدراكا طبيعيا ولكن إدراكا اصطناعيا، فهو يستنبط وهو يفكر وهو يحلل وهو يتعلم من تجاربه السابقة وهو يتخذ القرار بمفرده. تمام، نيجي نحكي طبعا النتيجة معروفة شو هي النتيجة وعنصر الضرر، ولكن أغرب جرائم الذكاء الاصطناعي أو الجرائم التي تستخدم بوسائل إلكترونية معروف النتيجة فيها وتكون ظاهرة في العالم المادي اللي احنا بنعيشه. احنا بنحكي على مثال تبعنا عشان تكون الأمور سلسة، اللي هو عبارة عن سيارة ذاتية القيادة. السيارة ذاتية القيادة بدي أفرق بين أطراف الدعوة. أطراف الدعوة نعدهم مع بعض: منتج السيارة، مبرمج السيارة، مستخدم أو مستعمل أو مالك السيارة، وعندي تطبيق الذكاء الصناعي. أنا عندي الجرائم نوعين: يا إما جريمة عمدية، يا إما جريمة جرائم الخطأ أو جريمة غير عمدية. حينما نتحدث عن الجريمة المادية فلنفترض التالي: المبرمج برمج جهازاً كي يتجسس على الآخرين، قام ببرمجة جهاز أن يقوم في وقت محدد بانتهاك خصوصية الآخرين بحرق المصنع الموجود فيه. هذه جريمة عمدية، جريمة عمدية من إحدى أطراف الدعوة، سواء كان المبرمج سواء كان المستخدم. ممكن المستخدم دخل أيضا في البرمجة واستخدمه لأغراض إجرامية. في تلك الحالة هذه جريمة عمدية، والآلة الذكية في تلك الحالة هي عبارة عن أداة زي تطبيق الفاعل المعنوي. الفاعل المعنوي أنت شخص طبيعي تستخدم شخص آخر، قلنا شخص، هذا الشخص يا إما حسن النية واستخدم في ارتكاب الجريمة، يا إما غير مميز زي الطفل الصغير، تمام، ليس لديه إدراك، تمام، هو الذي ارتكب الجريمة، ولكن الذي ارتكب الجريمة فعليا هو من قام باستخدام تلك الوسيلة. إذن تطبيق تقنيات الذكاء الصناعي في تلك الحالة
هي عبارة عن وسيلة ولا غبار بإنزال القواعد العامة في تلك الحالة على حسب من قام بالفعل كجريمة عمدية، ما في مشكلة. لكن المشكلة فين بقى؟ المشكلة حينما يقوم تطبيق الذكاء الصناعي باتخاذ القرار تلقائيا بمعزل عن الأطراف الثلاثة، المبرمج، المصنع، تمام، والمستخدم. هون المشكلة. طيب نيجي للجرائم الغير عمدية. في الجرائم الغير عمدية، أي جرائم الخطأ والتي تتمثل في السلوك وتتمثل في إحدى صور الخطأ، الرعونة، عدم الانتباه، مخالفة القوانين ومين والأنظمة وهكذا. فلنفترض لو تطبقت هذا الحديث على أطراف الدعوة في تطبيق الذكاء الصناعي، المصنع كمنتج يجب أن يكون المنتج صحيحاً ولا يسبب ضرر وفقاً لقانون حماية المستهلك وفقاً للقواعد العامة في كافة الدول. طيب قام بتصنيعه، كان فيه بصراحة خطأ، يتحمل مسؤوليته المبرمج كخطأ غير عمدي. طيب فلنفترض أن المستخدم السيارة، أنا طبعاً بحكي على مثال السيارة عشان يكون معنا كمثال لتوضيح الفكرة، المستخدم لعب في البرمجة، لما لعب في البرمجة السيارة عملت حادث، يسأل ساعتها المستخدم بخطأ غير عمدي نتيجة ارتكاب ذلك الفعل. طيب ماذا، هل تطبيق الذكاء الصناعي لو ارتكب فعلا ذلك الفعل نتيجة خطأ، تمام، هون أيضا تثير إشكالية. يبقى إذن عندي الجرائم العمدية، عندي الجرائم الغير عمدية. حاول فقهاء القانون أن يضعوا عدة نظريات لتحديد مسؤوليات الذكاء الاصطناعي. حاولوا أن يضعوا نظرية الفاعل المعنوي، وهذه ممكن أن تطبق على أطراف الدعوة ولكن لا تستطيع أن تطبقها على تطبيقات الذكاء الصناعي لأنها عبارة عن آلة وليس شخص. حاولوا يطبقوا مسؤولية الأفعال عن مسؤولية أفعال الغير، وفشلت هذه النظرية. لماذا؟ أنتم بتعرفوا، عشان أنا أسأل على مسؤولية الغير كتطبيق له كواحد عنده حيوان، الحيوان هذا عض شخص آخر نتيجة عدم حراسته أو شيء، يسأل جنائيا. ولكن في بعض الدول استخدم هذا النص استخداما مفرطا، فهو يمس بمبدأ الشخصية، فجاءت المحاكم الدستورية وقالت ان هذه النصوص هذه عبارة عن نصوص غير دستورية. زي واحد صحي، انا عندي جريدة وعندي واحد صحفي في طعن في حدا، طب انا ليش يسأل صاحب الصحيفة؟ لذلك ذهبت اغلب الدول انه التعويض المدني افضل، وابعدوا عن موضوع المسؤولية الجنائية. قالوا طب نطبق فكرة القصد الاحتمالي، بمعنى انتم بتعرفوا ان القصد الاحتمالي زي ما علمونا في كلية حقوق، أنا عندي لما أنا أريد الفعل وأتوقعه وما عنديش مشكلة فيه، هذا اسمه قصد احتمال. يعني بمعنى صح، أنا والله إلي عدو معين، العدو هذا بدي أقوم بإطلاق النار عليه، ولكن هو في وسط جمعة، والله صابته صابت غير خير وبركة، لا هذا متعدي بقى بشيل المسؤولية. هذا هو القصد الاحتمال. ولكن حينما أنا لا أرغب في النتيجة، أتوقع الفعل ولا أرغب في النتيجة وأعتمد على مهارتي وأقوم بشرط أساسي بالمنع من وقوعها، هذا اسمه خطأ، ولكنه خطأ واعي مدرك قريبا من الخطأ الاحتمالي. ولذلك تذهب الدول إلى تجديد العقوبة برغم أنها إحدى صور الخطأ. حين تطبيق ذلك على أطراف تقنيات الذكاء الصناعي، نجد أنه من الجائز أن تطبق الخطأ الواعي حينما قام بصناعة تلك الآلة وكان يعلم أنه من الجائز أنها ترتكب جريمة. يتحمل ساعتها المصنع، يتحمل المبرمج، يتحمل المستخدم الخطأ الواعي وليس القصد الاحتمالي، لأنه ساعتها منخش في شك. تمام؟ إذن هذه أنا تحدثنا عن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية الدولية، وركزنا أنه في إشكاليات حقيقية لتطبيقات الذكاء الصناعي. أما بالنسبة للعقوبات
فذهبوا أغلب الفقهاء إلى أنه يجب أن تطبق عقوبات خاصة، منها منع المزاولة ذلك البرنامج لمدة محددة، أو إعدامه إذا كان يمثل خطر أو مصادرته، وإذا أنا رتبت عليه شخصية إلكترونية ممكن بعض الالتزامات المادية. حقيقة موضوع تقنيات الذكاء الصناعي والمسؤولية الجنائية هو موضوع سري جدا في النقاش، وين تضع إيديك تستطيع أن تخلق إشكالية، لأنه حقيقة هذا الموضوع بده قواعد. إحنا كمان يجب أن نشارك ويكون إن رأي في أي قانون. لذلك أنت بتسمع جامعة عين شمس في شهر 11 عاملة مؤتمر على موضوع الذكاء الاصطناعي، جامعة المنصورة سبقتها بسنتين وعملت مؤتمر على موضوع الذكاء الاصطناعي. هذا لو أنا حكيت على مثلا على مصر، قطر جامعة لوسير عاملة مؤتمر في شهر 9 على موضوع الذكاء الاصطناعي. حاليا صار في أغلب الدول العربية بتعمل مؤتمرات وأبحاث في موضوع تقنيات الذكاء الصناعي، للموضوع أوسع من ما أنت ممكن أن تتخيله. أنت بتسمع حاليا على تقنية البلوك تشين اللي هو دفتر الأستاذ. طب هذا تطبيق رائع جدا ويستخدم، وعالم مختلف تماما عن اللي احنا عايشينه، وعالم صعب تزويره وصعب قرصنته، تمام؟ طب تطبيقه مدنيا وجنائيا احنا وين منه؟ نيجي لعالم اخر. ليش احنا حاليا حكينا على اشكاليات الذكاء الصناعي؟ انا ممكن الاستاذ ايمن اللي بيدرس، استاذ هو استاذ قانون مدني بيدرس في الامارات وهو من اسكندريه، اعطى محاضره في الفكر القانوني، واحده في اسكندريه واحده في القاهره، على موضوع الميتوفيرس، وانا قريبا هيظهر لي كتاب في موضوع الميتوفيرس، لانه هذا الموضوع زي ما احنا بنحكي حاليا على الذكاء الاصطناعي، هدول ده قبل ما نبدا نفهمه اخذونا الغرب لعالم جديد نهائيا، عالم خيالي. انت شخصيتك الطبيعيه ممثله عن طريق شخصيه رقميه تسمى الافاتار، ترسم حالك كشخص طبيعي، ترسم صوره واحد مشهور حيوان، ما عندنا مشكله. لكن هذا الشخص اللي اسمه الافاتار الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي يستطيع ان يكتسب حقوق، عنده عمله اللي هي العمله الافتراضيه اللي احنا بنسمع عنها يكتسبها، عنده ممتلكات غير قابله للاستبدال لما يشتري لبس. سمعنا على محاكمه سير في الميتافيرس، سمعنا انه في الميتافيرس كل العملات التجاريه والمحلات اصبحت في ذلك العالم تشتري أراضي بملايين ملايين عشان يكون إلها محل أو موضع قدم فيه. معهد دبي عمل إله عالم اسمه ميتافيرس، مصر عملت للميتافيرس حورس كمدينة تدخل فيها، طوكيو كل طوكيو أو حتى سيول في كوريا الجنوبية، كل المدينة عملوا تطبيق إلها للميتافيرس، تستطيع أن تدخل على هذا العالم تبيع وتشتري وتدفع فاتورة الكهرباء والمي في هذا العالم. هو عالم افتراضي بيعمل بالذكاء الاصطناعي ذو بعد ثلاثي وواقع معزز، وهو عالم كمان بسم الله ما شاء الله جديد. يعني حاولوا كمان الجماعة يدخلونا على طفرة أخرى، وإحنا حاليا لسه ما فوقناش من تطبيقات الإلكترونية، وبنحكي على انه الذكاء الاصطناعي هذا طرف فكري. دخل لونا العالم لعالم اخر، هو عالم الميتافيرس، وهو عالم جديد، تمام؟ لذلك محاضرة اليوم هي بدها كمان بدل محاضرة كذا محاضرة في كافة المجالات، ومن رؤى ومن زوايا مختلفة ومن اشخاص مختلفين عشان نقدر نفهم هاي الفكرة. وهو يمكن انا بكررها للمرة يمكن 4 أو 5، هو ليس طرفا فكريا قانونيا، ولكنه هو تطبيق عملي لما نستخدم. وإحنا كعرب يجب ألا نكون سلعة، يجب أن نكون نحن من نفكر وننشئ، فلدينا من الكفاءات في كافة المجالات من يستطيع أن يطبق ويبدع. أنا شكرا كتير على حسن استماعكم.
وأنا اعتقادي إنه الأسئلة مهمة ويمكن طولته الأستاذ أيمن. لا لا هو واقف براحتك يا باشا. أنا لي بعض يعني التساؤلات البسيطة دكتور. يعني فهمت من خلال المحاضرة أنه لا مسؤولية على الآلة، لا مسؤولية جنائية على الآلة، فأنا بتخيل أنه حضرتك المشرع وعايزينك تضع لنا بعض المواد القانونية اللي تضبط لنا هذا الأمر بشأن الذكاء الاصطناعي، فماذا تقول في ذلك؟ شوف هو يعني أنا هجاوب على هذا السؤال، ويمكن شوي أنت ذكرتني بالله يرحمه الدكتور مأمون سلامة. أنا الدكتور مأمون سلامة له فضل علي، وهذا الشخص أنا بعتبره عبرة لأنه علمني درس مهم جدا. الدرس أنه يجب ألا تكون أكاديميا فقط، يجب أن تكون ممارسا. الممارسة مع العنصر الأكاديمي تخلق شخص قانوني مع احترامي مبدع. فسؤالك هو سؤال المبدعين، يعني بمعنى صح انت دوشت راسنا وودتنا شرقة وجبتنا غربة، شو النتيجة؟ النتيجة عندي احدى حلين. الحل الاول اني انا عندي قانون الجرائم المعلوماتية بعترف فيه بالشخصية الالكترونية وبضع فيه تطبيقات لجرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي. الامر الاخر أن يوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعي إجرائياً وموضوعياً، وأعترف به بالشخصية الإلكترونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما سوف يتم في المستقبل. وبلاش إحنا كمشرعين، يعني يمكن أنا قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين أنا اللي وضعته، يمكن وضعته قبل ما مصر حتى تضع قانونها، ووضعت قانون الأحداث ومشروع قانون العقوبات وكنت مشارك. عيب المشرعين العرب انهم طبعين، انا اسف في التعبير، اغلبهم عشان ما نقعش تحت المسؤوليه الجنائيه وواحد يرفع علينا قضيه واحنا في نكابه المحامين، تبعين قص ولزق. احنا ننتظر فرنسا شو بتعمل، وبنجيب واحد يترجم وبننقل منه النصوص، تمام وتمام، نيجي نطبق عمليا نقع في ثغرات قانونيه او نطعمل قانون. القانون هذا لا يمس الواقع العربي بشيء لا عادات وتقاليد. أنا أتذكر في يوم من الأيام كان يوجد مؤتمر لدينا في مدينة أريحة بصدد مشروع قانون العقوبات اللي أنا كنت أمين سر وضع هذا المشروع. وكانت تعرف أنه في كل بلد في مؤسسات حقوق الإنسان ومع احترامي الشديد له بكافة أطيافه للرجل وللمرأة وللطفل ولكافة البرامج. فأنا بصراحة وضحت وعن خبز وعن إرادة ووعي وإدراك نصوصا ووسعت شوي في الجرائم الجنسية، بمعنى عقبة على اللواط، عقبة على السحاق، وعقبة على كافة أشكال الجرائم في ذلك الخصوص. طبعا هم كمان كانوا قبل المؤتمر كانوا يرغبون إنه الرجل لما يأتي زوجته اغتصاب، طب بتقولهم ممنوع لأن الركن الفردي فيه مش موجود، تمام. فوضعنا هذه النصوص، فتعرضت لهجوم عنيف من مؤسسات حقوق الإنسان، أنت كيف تضع مواد للتجريم لهذا الحديث. لذلك أطلقت عبارة كان يوجد كثير من فقهاء العرب في ذلك المؤتمر، بالإضافة أنه مشروع قانون العقوبات الفلسطيني شارك فيه دكاترة عظام في مصر وكان على رأسهم الأستاذ الدكتور حسنين عبيد. المهم قلت لهم القانون الذي لا ينبع من عادات وثقافات المجتمع هو قانون غريب لا يطبق ولا تشعر بجدوى احترامه. لذلك إجابتي على سؤالك إنه أي قانون، إحنا الجماعة لما بيضعوا نظام أو فكر، أنتوا تلاحظوا شغلة مهمة، ما يضعوا فكر وطني
هل لدينا قانون للإنترنت؟ القانون الإنترنت عالمي، هل يوجد سيطرة للدول عليه؟ نفس القصة هيعملوها في الميتوفيرس، نفس القصة هيعملوها في تطبيقات الذكاء الصناعي. لذلك تجد أنه دكاترة القانون الجنائي يقول لك القانون الواجب التطبيق، ما هو أصلاً النظام عالمي وعابر للحدود عبر الوطنية. كيف في إشكالية؟ كل واحد من دراعه، كل واحد من دراعه، كل واحد من دراعه، إحنا بنخسر، أمريكا بتكسب، القوي يكسب، والقوي يفرض شروطه بمنهجيته وبفكره. لذلك الحل العملي إضافة لقانون الجرائم الإلكترونية أو قانون خاص، وأنا أشجع على ذلك. اتفضل. طيب سعادتك، برضو من خلال النت وخلافه رأينا أغاني حديثة بصوت أم كلثوم، فوجود الأغاني الحديثة بصوت أم كلثوم قد يصل بنا الحال إلى أن نرى شخص ينتحل صوت أو يجيب صوت الدكتور أحمد براك ويشتم محمد رابح. ممكن أغلبك بألم يا دكتور؟ معاك. يأخذ صوت الدكتور أحمد براك ويشتم من خلاله محمد رابح. النهاردة كيفية إثبات هذا الاختراق أو هذا النوع من اللبس اللي حصل إزاي؟ يعني أنا كدكتور أحمد براك عايز أثبت براءتي. يعني أحيانا في جرائم النت إحنا بنقول إن الجهاز تعرض للاختراق، في مثل هذه الجزئية في الذكاء الاصطناعي ماذا سنفعل؟ يعني ببساطة هناك إشكالية حقيقية في الأمور الإجرائية في إثبات الجرائم الإلكترونية، ثم تطبيقات الذكاء الصناعي، ثم عالم الميتوفيرس. لذلك بنجد مثلا الانتربول، لذلك بنجد ان الانتربول يعطي دورات في كيفية الدخول الى ذلك العالم واثباته. احنا لما حاليا اغلب دول العالم لديها نيابات الكترونية، يقول لك عضو نيابة الكتروني، قاضي الكتروني، شرطة الكترونية زي موجودة في مصر بتبلغها. انت بتقدر تدخل على الشبكة، الشبكة هاي بيكون فيها زي ما موجود شرطي، يجب أن يكون هناك شرطة للإنترنت، يستطيع بطريقة معينة بأمور فنية معينة كيفية الضبط، تمام، كيفية الحفظ، كيفية إنه هذا يصبح دليل إلكتروني صالح للاعتبار سواء أمام المحكمة أو النيابة. وهذه الأمور الفنية أمور كتير معقدة. إحنا بنسمع كمان مش الإنترنت، يمكن الإنترنت حاليا يوجد خبراء في الموضوع. حينما يستخدم الشخص شغلتين، الشغلة الأولى حينما يدخل على الدارك إنترنت، الإنترنت المظلم، وهذه دول بتلعب فيها مش مجرد شركات ومؤسسات زي شركة الحرير، تمام، اللي تم ضبطها، أو حينما يستخدم التزوير العميق. تطبيقات الذكاء الصناعي حينما استخدمت كوسيلة سيئة، أول وسيلة سيئة استخدمت هو التزوير العميق، صوتك وشخصك كصورة وتستخدم لابتزاز السياسيين سواء كانت من أفراد أو شركات أو دول. الإثبات هناك برامج خاصة تستخدم لإثبات التزوير، ويوجد أيضا خبراء مختصين في هذا الموضوع يستطيع أن يثبتوا الجريمة. إحنا عنا مثلا في الوطن العربي عنا الاتفاقية العربية لتقنية المعلومات والموقع عليها مصر وأغلب الدول العربية، حددت حصرا ووفقا لمبدأ الشرعية كيفية أني أنا أضبط هذا الدليل ويصبح الدليل ذلك صالحا، وأيضا القوانين الوطنية في ذلك الموضوع. تفضل. بعد إذنكم بس حاجة أخيرة بس بعد إذنكم، الدكتور أحمد براك اتكلم على أنه كثير من الجامعات بتعمل مؤتمرات، نقابة المحامين أقدم من هذه الجامعات بسنوات طويلة، فأنا من خلالكم بدعو الدكتور أحمد براك وكل المهتمين بهذا المجال
لمؤتمر تعقده لجنة الفكر القانوني خلال شهر تمام. ولي مناشدة للدكتور أحمد براك وكل الزملاء المهتمين بهذا الأمر أن يضعوا بعض المواد القانونية لنرفعها لمجلس الشعب المصري لتقنين قانون ينظم مثل هذه الأمور. تفضل. أنا هدي بس حاجات حضرتك قلتها من الفهم اللي حضرتك اتكلمت عن بعض التطبيقات اللي يمكن أن تكون أداة تمام كده، وحضرتك اتكلمت عن الكرة العمدية وغير العمدية تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن تدخل. أنا عايز بس أفهم ألفت النظر إن إحنا يعني جانب إيجابي شوية من حتة الدول العربية وإيه اللي إحنا عملناه. أنا شايف إن إحنا هنا في مصر يا فندم في بعض الأمور اللي احنا ماشيين عليها يعني بنصعد للاعلى فيها، زي الاستراتيجيه الوطنيه للذكاء الاصطناعي لو اكيد حضرتك طبعا اطلعت عليها. هتشوف ان احنا كتشريع احنا اوريدي في تشريعات موجوده وفي تشريعات لسه جديده بتتعمل، فمن ضمنها طبعا التوصيات اللي احنا بنتكلم فيها. المثال اللي حضرتك ضربته يا فندم كسيارات ذاتيه القياده، في طبعا امثله كثيره جدا ممكن يعني نحطها جنبه، زي مثلا موضوع العمليات الجراحيه اللي بتتم دلوقتي بالمنظير الروبوت الطبي. بالظبط، هي شبيهه شويه. لا لا، هي انا لما حكيت مثال، انا قلت مثال انت سلس، انما لو بدي احكي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي مش هخلص انا وياك. تمام. هو ممكن كمان التطبيق العملي يفضل فيما يخص السيارات ذاتيه القياده، زي مثبت السرعه مثلا. ما مثبت السرعه موجود في بعض العربيات الحديثه اللي ممكن على اثر استخدامه يحصل حادث، فهي الاشكاليه فعلا موجوده. ولكن دايما احنا كمحامين يا فندم لما بنيجي نفرد الامور، المحامي لو فاهم التفاصيل دي من الناحيه التشريعيه طبعا الى جانب الناحيه التقنيه او الفنيه، ممكن يطلع لها يا فندم مخرج قانوني. فهي عايزه بس حته بحث شويه من المحامي ان هو يقدر يجمع جميع التشريعات اللي احنا اتكلمنا فيها، وهي تشريعات منها ما هو حديث ومنها ما هو قديم. يعني مش هيستخدم بس يا فندم 2018 جرائم تقنيه المعلومات 151/2020 حمايه البيانات الشخصيه، لا ده يرجع تاني يا فندم للتوقيع الالكتروني 2004 والقانون بتاع الملكيه الفكريه 2002. فليها مخرج، ليها مخرج. انا كمحامي هفضل يا فندم افندها لغايه لما اوصل ان انا سواء ان انا بقى عن الشركه يا فندم المنتجه او عن المبني عليه او المتضرر. شكرا. المشكله انما الذكاء الصناعي يتخذ القرار منفردا بمعزل عن هدول الناس. اتفضل. التنازع الاختصاص الدولي في جريمه الذكاء الاصطناعي. التنازع الاختصاص في ايش؟ الاختصاص الدولي. الجريمه ممكن جريمه الذكاء الاصطناعي دي جريمه دوليه. ما المحكمه المختصه؟ ما القانون الواجب التطبيق في هذه الجريمه؟ وكيف وما هي امكانيه التطبيق؟ ممتاز. انا ممكن اجاوب على السؤال، لان خليني اي واحد يسال سؤال اجاوب عليه بشكل فوري. أقول أنا نقاش عندي على كل الأحوال أهم كتير من المحاضرة. شوف، أنا قناعتي عكس الآخرين أن ليس هناك إشكالية في موضوع الاختصاص. ليش؟ عندك باختصار قانون الجرائم الإلكترونية المصري على سبيل المثال حدد اختصاص الجريمة الإلكترونية 2018. لذلك حدد اختصاص بإيش؟ اللي هي الاختصاص وفقا لمبدأ الاختصاص الإقليمي، بالإضافة إنه هو وضع الاختصاص السلبي الشخص السلبي إذا كان المجني عليه مصريا أو النتيجة أثرت على مصر اللي خبت برا أثرت على مصر. لذلك موضوع التنازع والاختصاص محلول. ولكن هي القصة وين بتصير؟ بتصير وين القوي؟ التطبيق العملي في الآخر وين القوي؟ المتهم وين تم القتل؟ بس موجود عندك إلقى القبض عليه وحكمه. أنا على كل الأحوال هجاوب على كل الأسئلة. هذاك قلت إنه الإنسان الآلي أو روبوت أو واتيفر كان اسمه بيقدر يستنبط صحيح ويحلل صحيح ويتخذ القرار من التجارب السابقة ثم يتخذ القرار بمنأى عن المقتنيات. تمام. الاستقلالية بمنأى عن الاستقلالية. هنا حضرتك تفضلت وقلت برضو ان انا هحط المصنع والمستخدم والمبرمج في مسؤوليته والذكاء الصناعي. اذا كان هو بيقدر ياخد قرار ب
بمنقى عن مصنعه. كيف ارجع الى مصنعه؟ ما برجعش، عشان هيك لازم اعمل قانون لتقنيات الذكاء الصناعي. مين هحاسب؟ مين ما في بيطلع براءه؟ إذا أثبتت أن القرار اتخذوا تقنية الذكاء الصناعي، القاضي يحكم بالبراءة. وهين إشكالية النقطة اللي أنا بتكلم عنها؟ إيه؟ مفروض أعمل شخصية إلكترونية واعترف بصوفيا زي ما اعترفت جزئيا بها السعودية، وأحاكمه وأعاقبه على حسب الجريمة التي تتناسب مع صوفيا. إذا كان من المعلوم هذا العقاب هدفه الردع، لا ساعتها انا بعمل عقوبات تتناسب مع الروبوت زي ما عملت عقوبات تتناسب مع الشخص الاعتباري. صف يا اساتذه، اتفضل. طب هنا في شخصيه الكترونيه اللي هو الروبوت، طب في الميتا جيرس تبقى شخصيه رقميه، مفيش اصلا جسم قدامي. لا عندي افاتار. افاتار هذا هو اللي بيعبر عنك، وهو بيعمل بالذكاء الاصطناعي، بيمشي وبيبيع وبيشتري. وعلى فكره كل مساوئ عادات الغير مطبقه في الميتوفيرس بدون ما ادخل في تفاصيل كتير، بس نخلي الاستاذ على في كل الاحوال انا سوف اجيب على كافه الاسئله. صف واحد عشان بس تمام. انا انت سؤالك يحمل الاجابه. تمام صحيح. وعنصريه في بعض الاحيان. صحيح. ما هم اخواننا اليهود شغالين في كل شيء بسم الله ما شاء الله في التكنولوجيا شطار. ايه شوف يا سيدي، انا واضح قلت لك انت في انا عندي قضيه. لما انت بتكون عندك قضيه عندك وقائع، الوقائع تختلف من حاله الى اخرى، صح؟ انت محامي، انت وكيل نيابه، انت قاضي. الوقائع اللي موجوده امامك لو انت حصرتها هي واقعه انه بمرمج وضع معلومات عنصرية ومضللة في ذلك البرنامج، إذن هو مسؤول وليس الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ذاتيا هو لحاله اتخذ القرار منفردا بعيد عن المبرمج والمصنع والمستخدم، هو الذي يجب أن يسأل. وهون الإشكالية. تمام عليك نور. أول شغلة إحنا بنعرف بشكل قطعي الطيارات العادية على فكرة الموضوع كتير حلو، وأنا بعرف إن الموضوع يصير إشكالية والموضوع بيعمل عندك تجاوب فكري، وهاي الأسئلة هي التي تعطي الإجابات التشريعية. الطيارة فيها صندوق بيسموه الصندوق الأسود. الصندوق الأسود بيحفظ كافة البيانات. أنا عندي خبير إلكتروني وعندي ذاكرة إلكترونية بطلع منها كل البيانات، بعرف مين اللي اتخذ القرار الخطأ وكله مسجل. تمام. سؤال ورجاء دكتور، اتفضل. احنا بقى دلوقتي اصبحنا امام عالم جديد. العالم الجديد ده هيرتبط بالتكنولوجيا. احنا للاسف يعني الذي لا احنا بنحاول والله الموضوع بقى هو قيد البحث وقيد الفكر. يعني احنا محتاجين فكر او مركز ابحاث احنا نشتغل على الموضوع، لان احنا دلوقتي الموضوع ما عندوش اجابات. يعني كل اسئلتنا ما لهاش اجابات، هي عايزه ان يحط لها تحديد للمسؤوليه ويضع اجابات ويضع افتراضات، لان هو موضوع وأنت من اليوم مكلف بأنك تعمل البحث اللي عايز تعمله وهنعرضه في المؤتمر ونخليك تعرضه. يلا يا عم. تمام. فضل. دعم من المقاولة. الإيه؟ تفضل. الركن المعنوي كيفية إثباته؟ طب انا اسالك سؤال. طيب ماشي. شوف يا ستي، اول شغله انت لو انتبهتي
احنا هلا بنترفع على قضيه مين بالضبط. شوي شوي هلا ببساطه لما حكينا من شوي حكينا على شيء كتير مهم، انه حكينا انه تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديها اشكاليه في موضوع الركن المعنوي، وقلنا انه الركن المادي يغلب عليها زي الجرائم الماديه التي تعتد بالركن المادي بعيدا عن الركن المعنوي. لكن لدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديها شيء مهم الا وهو الادراك الاصطناعي. الشيء الاهم من هذا وذاك اللي انا بدي اوصل لك اياه وانت تجاوبيني عنه، انت في الجريمه التقليديه جريمه قتل على سبيل المثال واكثرها شيوعا او في كمثال، كيف تثبت الركن المعنوي؟ ها سيبك من هذا الحديث، انت كيف بتثبت الركن المعنوي؟ بتدخلي ببطن حدا وبتطلعي نيته ومن ايه اللي هي ايش؟ المظاهر الخارجيه. اذا من خلال المظاهر الخارجيه انا بقدر استنبط الادراك الاصطناعي الذي قام بالفعل. احنا قلنا في ادراك اصطناعي حل محل الادراك، لا في ادراك اصطناعي حل محل الادراك الطبيعي. ابحث وهو موضوع اشكاليتنا. ما هو اشتغل فضل. احنا في الارض الواقع، احنا في ارض الواقع، احنا اصلا احنا في اخر احنا في اخر الطابور اصلا، احنا مش في الطابور. ايه بإيدك يا أستاذ. إحنا تاريخ اللحظة، تاريخ اللحظة التعويض المدني، التعويض المدني أوروبا عملت تعويض مدني للذكاء الاصطناعي، إحنا حتى الآن ما عملناش تعويض مدني. إحنا في عنا قصور تشريعي في هذا الموضوع. حد غير تمام. اتفضل أستاذ. يعني انت النقاط اللي حكيتها اجبت عنها. اي شيء في الدنيا له محاسن وله مساوي تمام. احنا المساوي بنركز عليها عشان نتجنبها، ولكن الذكاء الاصطناعي هو امر جيد للبشريه حينما يستخدم في الطريقه الامثل. في بعض المجالات بدك تحد منها وان لم تكن تمنحها، زي الجريمه. انت حاليا الجريمه تقدر تمنحها ولا لما لغايه ما ربنا ياخذ وديعه الارض سوف تبقى، ولكن انت تحاول ان تحد منها. اي شيء في الدنيا هيك. انا هنا مع الانسان هلاقي حاسبه مدنيا او بنائيا في مسؤول في شخص
التقنين هيحدد المسؤوليه ان شاء الله. ربنا انا وياك يعطينا طول العمر ونتقابل بعد فتره من الزمن ونشوف تطبيقات الذكاء الصناعي لما شخصيه جديده تظهر في العالم، لما تعمل الشخصيه الاعتبار الشخصيه الالكترونيه في الغرب ساعتها بنعمل تشريع عنا في العرب في العرب ونذبحهم احنا. تمام. الذكاء الصناعي زي ما قال الدكتور عامل زي الكورونا، ما حدش يقدر يمنعها. الكورونا احنا خدنا ووقينا وعملنا وبعدين جت كانت حالة واحدة وبعد كده آلاف الحالات. تمام. فالذكاء الاصطناعي ما حدش هيقدر. بس عشان معه. عشان بس نخلص ممكن استاذة بدك سؤال؟ لا لا بلاش تعليق، التعليق بعدين معلش. لا لا انا خلينا على أسئلة عشان نستفيد. تفضل يا باشمهندس. تمام. شوف انت سؤالك بدي اطرح عليك سؤال ومن خلال السؤال انت اللي بتجاوب عن الموضوع. انت بتكون سيارة ذاتية القيادة ارتكبت حادث، بس الحادث اللي تم ارتكابه نتيجة حالة جوية معينة، في تلك الحالة يعتبر حادث مفاجئ. حادث المفاجئ او القوة القاهرة هي قطعت علاقة السببية. لما قطعت علاقة السببية ساعتها ما فيش تعويض، يا اما بالتعويض عن المسؤولية المدنية اللي هي العقدية او المسؤولية التقصيرية، انت عندك انقطعت العلاقة. نيجي نحكي عن مسؤولية المخاطر او الموضوعية او المسؤولية الموضوعية، انه مجرد الخطر يرتكبه. نيجي لقانون حماية المستهلك حينما قالت اي ضرر يترتب يترتب على التعويض. لذلك اوروبا ريحت راسها، لانه نفس الاشكالية في المواد الجزائية هي نفس الاشكالية في المواد المدنية. فعمل نظرية النائب الإنساني الذي يلتزم بالتعويض هو يا المصنع إذا كان هناك عيبا في التصنيع، أو المبرمج إذا كان خطأ في البرمجة، أو المستخدم إذا كان هناك خطأ في طريقة الاستخدام. يعني بمعنى صح رتب التعويض وألزمه للنائب الإنساني في تلك الحالة. لذلك مسؤولية المدنية عن تقنيات الذكاء الصناعي يوجد لها تطبيقات وحل. يا دكتور يعني بعد إذنك، المسؤولية الجنائية قد لا تتوافر، المسؤولية المدنية مع عدم توافر المسؤولية الجنائية قد تتوافر، زي مسؤولية حارس الأشياء. ألا يسأل صاحب السيارة ذاتية القيادة عن مسؤوليته كحارس لهذا الشيء؟ طب أنا بدي أسألك سؤال أنت رجحهولك. حادث ينطبق عليه العذر القهري تسأل؟ لا ما اسالش جنائيا ولا مدنيا تسال؟ لا هنا بيسال، يسال مدنيا. آه. وفق عليه قاعده المية مسؤوليه التقصيريه، كل خطأ سبب ضررا علاقه سببيه. اجي حادث مفاجئ، الحادث المفاجئ القوه القاهره استاذ القانون. آه. القانون المصري قطع العلاقه. القانون المصري تمام في حالات القتل والاصابه الخطا بيدي تعويض للمقتول او المصاب حتى مع انتفاء الخطأ الجنائي، ودي الاحسن. هل هي قواعد المسؤولية المسؤولية ذهبت الى انه على عنصر الخطر، وانه يترتب على هذا الموضوع بغض النظر عن اثبات العلاقة الخطأ او الضرر، وهي القواعد اللي ذهبت إليها أغلب القواعد حالياً بما فيها القواعد الأوروبية. إحنا أرهقنا الدكتور أحمد براك بما فيه الكفاية، وإن شاء الله في المرات القادمة وهو على رأس المدعوين للمؤتمر اللي إن شاء الله هنعمله في شهر 8، ولا بد أن نسبق الجميع ونضع خطوات تنفيذية لوضع تقنين يفيد البشرية جمعاء. مصر كانت هي أم القوانين،
والدكتور طبعا يعني قال وصال وقال في حق مصر، وان مصر هي التي انشات قوانين كل الدول العربيه. وفي الختام احنا بنشكر الدكتور احمد براك ونقدم له درع التميز من لجنه الفكر القانوني.